أنا سيشا يبي يكشف الفنان السيلاوي شاهد المزيد من التفاصيل. مع أنس الشايب الذي صعد لايف مؤخرا مع الفنان السيلاوي. وأنس الشايب حكى للفنان السيلاوي أنه مؤخرا كان منزل شوية ستوريات من عيد ميلاد اليوتيوبر رغدة كيمجيان، وقام السيلاوي بعد دقائق بحذفهم ونشر ستوري حزين. علق السيلاوي على هذا الموضوع أنه كان فاصل، والعديد يتوقع أن السيلاوي يعاني من الاكتئاب بسبب رفض والده زواجه من الموديليانا، حيث والده يريده أن يرتبط باليوتيوبر قمر الطائي. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ هسا امبارح بدي اسألك سؤال. امبارح كنت انت منزل ستريات بعيد ميلاد رغدة، صح؟ صح. مرة واحدة كبست معك ونزلت فيديو شاشة سودة، ليش؟ اخوي انت ما بتعرف فصلاتي يعني؟ ومرات عادي والله بفصل بفتح كل بس ما عندك تخطب؟ من عينة مندور. من وين بس؟ عندك حدا؟ من اسمع بتعطيك بلدان وانت اختار الدولة اللي بدك تتجوز منها. عندك العراق. اقدم هون سوانجي. الله. اسمع. بدك تتجوز من العراق ولا من لبنان ولا من الاردن ولا